حتى تتمكن من اللفظ والتحدث بطلاقة، اللي تحتاجه هو تتعرف على الأصوات وتتدرب عليهن وتعرف شلون تنفذهن بالكلمة، لأن لفظ الكلمة الواحدة هو جاي من سلسلة من الأصوات. أي كلمة كانت باللغة الإنجليزية لفظها جاي من سلسلة من الأصوات، وهذه الأصوات عددهن محدود ومعروف، وهو 37 صوت إذا كانت إنجليزية أمريكية. تتعود وتتمرن على ذن 37 صوت، تتدرب على نطقهن وتتعرف على الحروف اللي تصدرهن أو ثنائيات الحروف، فراح يقوى لفظك لأي كلمة اللفظ الصحيح تماما ما تغيره بأصوات صحيحة. إذا اللفظ الصحيح بالنسبة للطلاقة، أكو بعد جانب ثاني وهو قواعد الربط أو قواعد اللهجة الأمريكية. من تتعرف عليهن حصير عندك طلاقة. وقواعد النحو أيضا، من تتعرف عليهن تساهم بالطلاقة. والمعاني، إذا تعرف معاني الكلمات، فلو فرضنا أكو قطعة معينة تقراها، إذا تعرف القواعد مال النحو وإذا تعرف معاني الكلمات وتعرف قواعد الربط أو قواعد اللهجة وتعرف أكيد قبل كل شيء الأصوات، كملت المنظومة عندك، حتقرأ بطلاقة. لأن أنا أثناء ما أقرأ إذا أعرف القواعد مال النحو حيصير عندي توقع بين الكلمة اللي بعد هي كذا، الكلمة اللي بعد هي كذا، لأن أنا عندي نحو أعرف بأنه هي لازم يجي وراها إز، فمن أنطق من أقرأ مباشرة نقول هي إز، لأن أنا أتوقع أكو ورا اللي هي أكو إز، فراح يصير عندي هنا نباهة نحوية تعزز من الطلاقة. إذا أعرف معنى أكيد راح تصير عندي طلاقة، لأن أنا أعرف هاي هي هو، لازم أقول يكون زين. بعد شنو؟ قواعد الربط، أعرف بأنه هيز، أقدر المفروض أقول هيز، فكلها شنو؟ منظومة هي متكاملة، نتعرف عليها، هي آلية نتعرف عليها، إذا صار عندنا الطلاقة. حتى نتعرف على هاي الآلية ضمن الكورس مالتنا على اليوتيوب، رابط القناة على اليوتيوب موجود بالباي مالات حساب التيك توك، أو نكتب بالبحث مال يوتيوب سرمد إنجليش. حاليا إحنا خلصنا أو قدمنا 6 دروس، رفعنا 6 دروس يتحدثن عن الأصوات، يستعرضن الأصوات والحروف وثنائيات الحروف واللي تصدر منها هذه الأصوات. بالإمكان زيارة الكورس. بالتوفيق. أهلا وسهلا.